أنا مهاب غالي مدير عام كونراد دبي. تشرفنا أستاذي فاضل، حابين نعرف فكرة عن معنى الفندق. أوكي، أنا الأول خليني أديكي فكرة عن الهيلتون. الكونراد جزء من الناس كتير ما بتعرفش إن الكونراد جزء من فنادق هيلتون. إحنا عندنا 4600 فندق حول العالم في 100 دولة، وعندنا 13 براند مختلفة منهم الكونراد. لما نيجي نتكلم على كونراد دبي بنتكلم على فندق من أفخم فنادق دبي، هو في شارع الشيخ زايد، 555 غرفة. الفندق حوالي 48 طابق، في عدد كبير من المطاعم، سويمنج بولز وسبا. واللي بيميز الفندق بالذات ان هو طبعا لاكجري، يعني فندق فخم، بالاضافه للميتنج رومز اللي موجوده فيه. قاعه الاجتماعات عندنا تقريبا دورين قاعات اجتماعات حوالي 4400 متر، يعني من اكبر قاعات الاجتماعات في، وهو كان اخر اضافه للكونراد في دبي. يعني احنا فتحنا من 3 سنين والفندق يعني ناجح في الموقع بتاعه وفي السيجمنت اللي موجوده فيه. بالاضافه للكونراد في دبي عندنا الوودوف استوريا في الفالم، وده فندق فتح برضه في حوالي من سنتين على البحر برضه. واخر المشاريع اللي احنا بنفتحها دلوقتي في دبي هو كونراد شارع الشيخ زايد، هو الناحيه الثانيه من فندق كونراد في الدي اي اف سي، وده 250 غرفه. فبالنسبه لفنادق هيلتون يعني عندنا حوالي 27 كونراد حول العالم وحوالي 24 وودوف استوريا وورلد وايد. فالهيلتون في الفتره اللي جايه بيركز على الفنادق الفخمه، وهو ده الدايركشن اللي احنا ماشيين فيه بالنسبه لفنادقنا حول العالم. تمام، بالنسبه للمواقع الفندق حقت التشين حقت الهيلتون، ايش اللي بتميزها؟ يعني انتوا ايش اللي بيميز المواقع اللي انتوا بتختاروا فيها ان يكون فيها الفنادق نفسها تبع الهيلتون؟ طبعا هي دي بتختلف من دوله للتانيه، بس صحيح. بالنسبه لللاجري او الفنادق الفخمه احنا تميز لازم نقف على عواصم العالم الكبيره. صحيح. اذا كانت كونراد او وولدورف، فاحنا تملي بنختار اللوكيشن. احنا بالنسبه لنا الهيلتون اي قبل اي حاجه، اللوكيشن يعني مش بس العاصمه، اللوكيشن جوه العاصمه. صحيح. لازم يبقى مميز. صحيح. اوكي، السؤال الاهم، ايش اللي يميز الهيلتون تشين ان هي 5 ستارز، 5 نجوم، او ان هي لوكسريوس؟ هقول لحضرتك، هي طبعا هيلتون من اكبر الشركات في العالم، وبقالنا فوق ال 100 سنه حول العالم. ويعني لو احنا شفنا الورد اوف استوريا بتاع نيويورك، وهو رمز للفخامه ورمز لللاجري من اول اللاجري، فهي بتبقى الخدمه الشخصيه المميزه اللي بنديها للزبون. بنحس الزبون ان هو في بيته لو هو خارج البيت بتاعه، فهي انا بؤمن بالخدمه. صحيح. بالخدمه الشخصيه. نعم الفندق مهم وان المبنى لازم يبقى حلو، بس الخدمه يعني عنصر مهم جدا في السياحه. استاذ الفاضل، اخيرا وليس اخرا، حابين نعرف اذا في اي توسعات، اي بروجكتس في المستقبل خاصه بالتشين حقت الهيلتون، اذا في اي افتتاحات اوبننجز لوكالي اور انترناشونال. احنا اكشلي احنا الهيلتون عندنا زي ما قلت لحضرتك 4600 فندق. عندنا بس في الافتتاحات في البايب لاين في العشر سنين جايين 1500 فندق، هم دول الممضيين دلوقتي. الايم بتاعنا ان احنا تو دبل اب، نضاعف عدد ال 4500 فندق في ال 20 سنه الجايين، وبالتالي هنصبح بقى تشين يعني ضخمه جدا. احنا ضخمه بس هي نبقى اضخم منها. اكيد هيلتون معروف طبعا، غني عن التعريف. استاذ فاضل شكرا لوقتك، معاك منى من لوكسري ميديا. اوكي، فشكرا.